الشهر الذي مر علينا وخرج منا شهر ذي القعدة مرت بنا ذكرى وفاة التاسعة لأخينا وحبيبنا في الله، الذي ذكرت هذا الكلام لأنني رأيت منه أمارات الصدق مع الله تعالى في أحواله. ولا نزكي على الله أحدا، أخونا وحبيبنا في الله منذر بن فؤاد المساوى. وكنت يوم الاثنين الماضي في بعض آثاره في مدينة جاكرتا في جلسة الاثنين، لو لم يكن صادقا مع الله مخلصا لوجه الله لما بقي هذا الأثر، لما بقي هذا السر. منذ أن فقده الأحباب هناك لم يوجد في المجلس مثله متحدث ولا مثله متكلم، ولكن الخلق لا يغيبون ولا ينقطعون ولا ينقصون ويحضرون لأثر ما سمعوا من دعوته وما أصابهم من أثره. لما جاءت أوقات الحظر من التجمعات في السنة الماضية كنت أقول لبعض أصحابي لو كان مجلس رسول الله سيقل أو سيتوقف فهو بعد هذه الحادثة، لو كان الناس سيملون أو يفترون فإن أكثر ما يسمعونه في المجلس أحكام الشريعة ودروس الفقه دروس الحديث، ولم يعودوا يسمعون الكلام الذي يروحهم كما كان سابق. فلو كانوا سيملون سيملون الآن. حضرت المجلس ورأيت الناس كما كانوا وعلمت كم كان أخي صادقا مع الله مخلصا لوجهه تعالى في علاه، لم يرد في حياته حظا من الدنيا ولا شيئا مما فيها. وكان يقول لي في كثير من المرات أنا لا أقوم ولا أقعد ولا أتحرك ولا أعمل ولا أفعل إلا لقصد شيء واحد، وهو أن يرضى عني شيخي ونبيي وربي، وغير هذا لا أريد ولا أقصد. صدق الله فصدقه، صدق مع ربه فأوفاه حقه، ورد إلى هذه البلدة المباركة ونهل من معينها وأخذ عن رجالها تزود بما فيها، لكي نعلم إخواني أن الأسرار والأنوار التي حملها السابقون لا زالت تحملها القلوب إلى زماننا هذا لو تأهلنا، لو صدقنا، لو أخلصنا. فإن الساقي باقي والمعطي لا يزال يعطي، وهذه الذوات وهذه الآثار تظهر آية من الله ودلالة منه جل وعلا في علاه، لأن الخير موجود في الأمة حتى تقوم الساعة، وأن الخير لا ينقطع، وأن معين هذه المنابع وهذه المناهل الصافية لا زال ينضح بصافي موردي عذب زلالي ميراثي محمد صلى الله عليه وسلم. فلنجاهد ولنشمر ولنجتهد ولنأخذ سر ما في هذه الموارد وسر ما في هذه المواطن وحقيقة ما فيها، لا صورته ولا شكله ولا مظهره، ولنغص من وراء الصور على الحقيقة. رحل عنا وما كنا نريده أن يرحل، وما كانت البلاد تريده أن يرحل، ولكن قدر الله وقضاءه. كان يقول لي كثيرا يا سالم، يسميني الحبيب، يقول أنا لن أتم الأربعين، إذا بلغت الأربعين. كنت أقول له يا سيد الله يطول في عمرك، أولادك صغار وأمامك الدعوة. كان يقول لي أريد أن أرتاح مع ربي لوحدي، تعبت من الدنيا، تعبت مما فيها، أسقمتني الأمراض وتعبت من الخلق، حتى حان له اللقاء بربه، فهنيئا له ما لاقى من نعيم ربه جل وعلا